بقول لك عليا الحلال من ديني، عليا الحلال من ديني يا جماعة. قاعد كده مع نفسي وبقرا الكومنتات، واحد داخل بيقول لك ايه، اعمل لاخرتك وخد بالك من يوم الحساب وربنا. يا جماعة عليا الحلال من ديني، واحد كاتب لي كومنتيتا بيقول لي اعمل لاخرتك ها وخلي بالك من يوم الحساب. وهو طبعا ما يعرفش ان انا كل لحظة بتمر بيا بفكر فيها في يوم الحساب، وبدعي له واقول له يا رب اللهم احسن خاتمتنا، وبعمل خير وبسعى في عمل الخير على قد ما اقدر بدون ما حد يدرى ولا يعرف. بالذمة ده مش شيء يزعل، يزعل ولا ما يزعلش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب يا عالم ما في الصدور، سبحانك يا رب يا عالم ما في الصدور. أنا شفت ناس في الخير بتسعى من غير ما تقول، أنا شفت ناس في الخير بكل حب وأمانة وجهد بتسعى يا عيني من غير ما تقول، وشفت ناس فوق وشوشها حتى حجاب، حتى حجاب عيني في أيام مباركة بتمنع الخير لصاحب الخير ينول ينول. هي الدنيا ليه عندكوا اتغيرت؟ هي ليه الدنيا عندكم اتغيرت من السيء للأسوأ؟ ولا ده سبب الفول؟ الفول سايبكوا 40 سنة، كمان سنتين بالتمام والكمال، وانتم بنادمين عيني